اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، ونذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل الإشعارات. هناك الكثير من الأبطال العظماء غير المشهورين، والذين خاضوا أصعب المعارك وسجلوا أسماءهم بحروف من ذهب في كتب التاريخ المنصفة التي لم يطلها غزاة التاريخ الذين شوهوا تاريخنا وحاضرنا. اليوم معنا بطل من هؤلاء الأبطال المنسيون، وحكايته بدأت في تركستان الشرقية. ففي عام 1940 داهم الجنود الصينيون والروس تركستان الشرقية لإخضاع المسلمين. مارسوا خلال هذا الغزو كعادتهم المجازر والجرائم ضد المسلمين من قتل ونهب واغتصاب وانتهاك للحرمات. يتم القبض على كل من يحمل سلاح، بندقية كانت أو سهما أو حتى سكين صيد. يبدأ بطلنا القزاقي عثمان إسلام أغلو الملقب بباتور أي الشجاع بالعيش على الجبل رافضا تسليم سلاحه. عثمان باتور ولد عام 1899 في مقاطعة كوكتوغاي ولاية ألتاي شينجيانغ تركستان الشرقية المحتلة من جمهورية الصين الشعبية. أول من يذهب معه هو صديقه سليمان وابنه الأكبر شريديمان، ويشكلون فرقة مجاهدة هدفها الوحيد هو النكاية والانتقام من العدو الروسي الصيني. يداهمون المراكز الصناعية، يغتالون الضباط، ينصبون الكمائن، ويتتبع الصينيون والروس المجموعة التي تصطاد في الجبل، يخشون أن تنمو هذه المجموعة وتنتشر أفكارها، وخوفهم يتحول إلى حقيقة. يجاهد عثمان بتر البالغ من العمر 40 عاما 10 أعوام مع 30 ألفا من مجاهديه، وعدد قوات الصين حينها 300 ألف، مجاهد واحد مقابل 10 من أعدائه في جبال ألتاي. هذا مقر الجنرال عثمان بتر البطل الذي دوخ الأعداء، والذي استطاع أن يمسك ببعض الخونة من أبناء البلاد المتشيعين للعدو. وكان عثمان بتر صارم النظرات، طويل الشارب، كث اللحية، كبير الأنف لحد ما، وكان هادئ الحركة، وسيما قليل الكلام، عميق التفكير. الكثيرون من الرجال يناضلون إلى جواره، وكان يلبس الملابس الثقيلة أو السميكة اتقاء للبرد القارس في الجبال. ما أعجب هؤلاء الرجال، كانوا يصمدون لعواصف الطبيعة ومكائد الأعداء، ويجابهون الموت والمكاره بشجاعة منقطعة النظير طوال سنوات. وكان شعارهم الذي يهز الجبال الله أكبر الله أكبر. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. أحد الخونة يخبر القوات الصينية بمكان تواجده، ويواجه عثمان بتر قوات الصين القادمة لقتله مع 200 من مجاهديه. وبعد معركة حامية الوطيس يكبو جواد الفارس ويلقى جواد المجد راكبه، لكنه لم يتوقف عن المقاومة حتى بعد تعطل رشاشه الآلي الذي غنمه في المعارك. يقاتل عثمان الشجاع بخنجره حتى يسقط مصابا. وفي 29 من أبريل من عام 1951 يقع عثمان في الأسر، ويقطع أنفه وأذنه مثل أسد الله حمزة رضي الله عنه، وينفذ فيه حكم الإعدام وهو يصدح بالتكبير والتهليل متقدما نحو الموت بجلال. ويصل خبر استشهاده لوالدته عائشة فتقول: إنما ربيت ولدي لمثل هذا. يا من ليس له رب يدعى، ويا من ليس فوقه خالق يخشى، ويا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا تكرما، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم. اللهم وحد راية الإسلام ورد كيد الكافرين. اللهم كن عونا لكل من قال لا إله إلا الله. اللهم آمين. نود منكم مشاهدين الكرام أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة، ولا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، وكل عام وأنتم بخير. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.